بسم الله. دلوقتي لو عايزين يبقى لنا كاد ستاندرد في الشركه، باجي على لوحه معينه وابدا اظبط فيها كل الليارات اللي انا عايزها، وابدا اظبط فيها الدايمنشن، وابدا اظبط فيها كل الحاجات الستاندرد اللي عندي. تمام، الغي اي حاجه انا مش عايزها. تمام، وبعد كده باجي هنا اقول له فايل سيف از. تمام، هسيبه بقى ايه دروينج ستاندرد اللي هو الدي دبليو اس. ماشي، سميه مثلا كات ستاندرد. ماشي، طيب اي لوحه تانية هشتغل عليها عايز اتاكد ان الليارات بتاعتي مظبوطه ولا لا، اعمل ايه؟ هروح لمانش واقول له اعمل لي تشيك، وابدا اقول له اعمل لي تشيك مع اللوحه ديت، وابدا اختار اللوحه اللي هي المفروض انها مظبوطه والليارات بتاعتها مظبوطه، واقول له ايه اوبن. هيبدا يشوف تشيك ستاندرد، يبدا يقول لك لو في اي مشكله موجوده، لو في اي حاجه عايزه تتحل، لو في ليارات غلط، لو في ليارات اسمها مش مظبوط، يعني قول مثلا مكتوبه دبليو اي ال بدل دبليو اي ال ال، يبدا يجيب لك المشاكل كلها هنا، فنبدا نعرف المشاكل ونبدا نظبطها.